بما أننا لازلنا نخوض في برامج الواقع، أسألك عن 4 أسماء وأبغى منك إيش استفدت منهم في برامج الواقع. وأولهم واللي له فضل كبير على زياد الشهري بعد الله سبحانه وتعالى، إنسان لو أعطي واحدة من عيوني لن أجزيه العطاء، ناصر البقمي. ناصر بن حسين البقمي وسلينا، كان مصاب بالسرطان وتعالج منه وشارك في برنامج، شارك في برنامج حياتك صح؟ نعم. والله استفدت منه، يكفي أنه محارب للسرطان. الإنسان إذا يعني الأمراض من الله عز وجل، في أمور تكون من الحياة ومنك تقدر تعالجها بسرعة، بس إذا كان الشيء ما هو في يدك ولا هو في اختصاصك، تغلبك عليه تراه صعب. وتأكد أن الشخص اللي تغلب عليه شخص عظيم. ناصر يمكن لقاءاتي معه ما هي كثير، أعرفه ويعرفني عن بعد، لكن ناصر من الناس اللي يعني كانوا من أول أو أوائل أهالي تربة أو من ربعي اللي شاركوا في برامج الواقع، أعطاني دفعة معنوية قدام أني أشارك. ناصر بن حسين حملني جميل، لن أستطيع أرده مهما قدمت. طيب، تستاهل. فهاد البقمي. ونعم والله أبو حمود، فهاد كلمني قبل دخوله الكاريزما بعد قبوله، وفهاد أخو، كان بيني وبين علاقة في الفترة الجامعية، يكفي طيبة قلبه وحضوره وابتسامته، ورجال بمعنى كلمة. على سبيل برامج الواقع استفدت من ناصر التغلب على الظروف، فهاد ايش استفدت منه؟ استفدت منها طموحه وعزيمته في الدخول في هذا المجال. مسلط البقمي فارس البزنس. ونعم الله بعيد. ايش استفدت من ابو عيد؟ استفدت منه انها الوصول للهدف بسرعه. وصلت دخل في البرامج وهو في عمر يعني الأمانة ما شاء الله، يعني يحسد أنه دخل بهذا العمر وتغلب على الظروف، يعني ما شاء الله تبارك الله. كان عنده ظروف فعلا، وصل في مرحلة سريعة، فاستفدت منها يعني التعامل الحياتي كيف جمع بينها وأظهر الشيء الطيب للجمهور، و يعني عكس صورة على سلطان وعلى غيره. زبدة الكلام، ماذا يستفاد من سلطان؟ ما هو بنا اللي أقول إيش استفاد من سلطان، لكن أنا اللي أحاول إني أفيد الناس، أنا اللي أحاول إني أقدم الأثر الطيب. أنا